The Nile. The River of Legends. Over 6,000 kilometers long, all of Egypt's cities lie along it. Its delta and waters nourish 11 North African countries. It's inspired ancient myths and poetry in many languages. شعراء كتير ألفوا في صفحته مواويل كتبوا عن الموجة والشطين والمية لو يعرفوا السر اللي بيني وبين النيل رح يلتقوا Le Nil, géant à barbe blanche, coiffé de lotus et de joncs, versant de son urne qui penche des crocodiles. It flows through old hushed Egypt and its sands, like some grave mighty thought threading a dream. Nile cruises are big business and promoted as being romantic and full of adventure. But the reality of daily life for many who strive to make a living on the river can be starkly different. Living on the Nile is illegal, but the government turns a blind eye to the hundreds of fishermen and their families who've been living on the river for generations. This film is about two families who've spent nearly all their lives on the water, eking out a meager living, catching and selling fish. Saeed El Saeed was born on the Nile in Cairo and still lives there with his wife and two daughters, all of them on this 4 meter long wooden boat. بنصحى بقى ايه الفجر نعمل الشاي ونفطر ونتكل على الله نشتغل والدي بيشتغل لوحده وهو والدتي بيخبطوا مع نفسيهم كده وانا شغال انا وعيالي البت دي بتساعدني Saeed's parents are never far away. They brought up their family on this tiny boat and have never known any other way of life other than living on the water and fishing. معايا ست عيال الولدين واربع بنات ولادي كانوا كلهم معايا هنا بس كده كان كل واحد كنا الست كان الست كلنا الستة كده كنا ثمانية كده كنا ثمانية في الآن الوالدين شغالين صيادين والأربع بنات بقى على البر واحدة بس اللي في البحر والثلاثة على البر هو عايش كده في القارب على طول أنا مولود في البحر مولود في قارب زي ده كده بس أنا طلعت لقيتنا على قدي أعمل إيه Living exposed on the water is hard, especially in winter when Saeed and his wife struggle to keep their daughters warm. And they don't have access to health care. مش ساعة مهما نغطي هي ساعة بردك العيل بيسقع هنغطيه ازاي وبيجي له برد ويجي له كحة وكله يجي له كل حاجة احنا دي عيشتنا على طول يا ام حمادة الاكل يا ام حمادة تعالوا تعالوا يا ابو حمادة يلا يا ابو حمادة يلا يا ابو ايه يا سيكا ما تاكل مش عاجبك الاكل ولا ايه؟ عيش لا كل ما تعملش العيش هو كده جايبينه متطوبين كده هو مليان كرام
اشتغلنا ما جبناش سمك. تساعدها يا بيت. ولا احنا. ولا احنا جبنا. Downriver in Imbaba, northwest of Cairo. When Salama Saeed started fishing as a boy, he could make a living. Now, with his wife and three children, it's a hand-to-mouth existence. أول بدايتي أنا كنت في المدرسة. قعدت لحد سنة ستة ابتدائي. وبعد سنة ستة ابتدائي أبويا قال لي أنت تقعد معايا في البحر. والوظيفة دلوقتي ما بقاش تجيبها منها لأن كان البحر الأول كان فيه خير كتير قوي. سمعت طبعا كلامه وقعدت راح عامل لي مركب وبقيت اشتغل انا واخويا مع بعضنا كده بقينا نجيب سمك كتير بقى وخلاص ونسيت المدرسه ونسيت كل حاجه. وجا في يوم قال لي ايه انا هقسمك تبقى في عيشه لوحدك و كل واحد يتوكل على الله يشوف شغل. طبعا في الوقت ده انا كان معايا محمد وادهم زي كانوا لسه صغيرين خالص، ما كانش معايا كبار بقى اللي هي دعاء ونهله اللي هي الكبيره اللي هي متجوزه دي. When Salama's wife married him, she had to learn a whole new way of life. قبل ما يخطبنا قالوا ان احنا صيادين وكده وبننزل بحرامنا في البحر وكل حاجه. قالوا ماشي زي ما انتوا عايشين تعيش معاكم مش مشكلة أهم حاجة انت تحافظ عليها يعني. فنزلت زي يوم وامه بقت تيجي معايا وتعلمني تقول لي اعملي كده واعملي كده وهو وخلاص تعلمنا وعيشنا زي ما هم عايشين. أول ما نزلت بقت خايفة وكنت أقع على البحر كذا مرة ما أعرفش أقعد في الجنب خالص كده ممكن أقع أمه تروح شداني اقعدي زي ما أنا قاعدة كده في الجنب خاف أنزل البحر. يعني العيل اول ما بيكبر كده مثلا بيبقى عايز يمشي عايز يزحف ممكن يقوم بالليل يقع لو انت مش واخد بالك منه وانا كنت بنام بالليل واربطهم واربط الحبل في ايدي بتاع العيل الصغير مثلا مش عارف حاجه ممكن يقوم بالليل يقع اربطه فيا عشان ساعه ما يقوم يشدني احس بيه على طول. Salama regrets having left school age 12. He has no other way of making a living now, so he wants his boys to have the opportunities he was denied. Having no permanent address made it difficult to get them registered in school. So they're doubly anxious their boys do well. بينهم أمهم الصبح بدري عشان ما يتأخروش بيشطفوا ويغسلوا وشهم ويسرحوا ويفطروا الأول ويفطرهم الأول. ويلبسوا ويتكلوا على الله. قلت له الاستاذ عايز جبنه طباشير. اوكي. مش هتقلع دي بقى؟ دي ما يلبسوش الا العيال اللي تبقى الاستاذ يقول عشان تبقى شاطر. اهم حاجه زي ما انا قلت لك تطلع من المدرسه تيجي على البحر على طول. اللي يطلع الاول تطلع على الاول ولا هو؟ اي حد لا بيطلعوا من المدرسه الاول السنه الثانيه يطلع الاول السنه الثانيه عند المدرسه يجوا مع بعض السنه قدام المدرسه اللي يطلع الاول السنه الثانيه قدام المدرسه مش متفقين على حته تقعدوا They don't have a fixed address, but unlike some on the river, Salama does have an identity card, which did help to get the boys into school. لأن عشان أدخل عيال المدارس قالوا أنت بطاقتك من المنوفية لازم تغير لنا محل إقامة إن أنت إيه قاعد هنا بحيث إن إيه يبقى العنوان العيال يجوا على العنوان أو يبقى مثلا إيه الأوراق فيها عنوان يعني
انا رحت لواحد اللي هم صاحبات البيوت اللي هنا دول، قلت له انا عايزك تعمل لي محل اقامه، عقد سكن. راح واخدني ورايح الشارع عقاري، عامل لي عقد سكن بثلاث سنين، يا كده ما خلوش دخلوا عيال المدارس. Unlike Salama, Saeed al-Saeed has no identity card. Living in near poverty on the water is an unhealthy enough lifestyle. Being unregistered makes it that much harder. وبنتنا ساعات العيال دي لما بتتعب ما بعرفش اطلع بيهم على البر اكشف عليهم. دخلناش بقى بالبطايا. طب احنا قدر معناش بطايا ولا لنا بيوت، هيدخلونا ولا مش هيدخلونا؟ اخر ما بزمة بروح جايبه اي بطاقه من واحد هناك رقم الشقه بتاعته وكده على اسم اللي الشقه دي بتاعتي انا، ودخلوني بالبطاقه بتاعت الناس وكده. Saeed's lack of income means his girls can't attend school, and this is pushing him and his wife to consider extreme measures. نفسي اوديهم المدرسه بس ما عايش فلوس ان انا اوديهم واصرف عليهم، ولا ليا حد في البلد ولا بيوت ولا حاجه. في ناس عايزه تاخدهم مني في الجزيره، تاخدهم يعني على سمه عيالهم وكده، بس انا ما قدرت ان انا مش قادر ادفع التعليم ولا اجيب لهم مصاريف ولا اعمل لهم حاجه. احنا كل سمك اللي بيجي لنا ما بيقضيناش مصاريفنا انا وهو. Saeed can't afford to support his family, but his livelihood, his boat, is also small, old, out of date, and he can't afford even the most basic repairs. Mr. Shaban, we want to make this in a farm. القارب مخروم عايز اعمله. طب ما هنعمله باي حاجه دلوقتي، العيال غرقت ميه. بعدين ده كون يا سيد خالص يا سيد، الكاهن المركب ده. انا نعمله اي حاجه نقعد فيه، طب اعمل ايه؟ انت خشب ده الكاهن ده يا سيد، انت المفروض تغيره ده، طب ما تبقى واحد حديد. اعمل حديد؟ طب ما الحديد هيكلفني، الحديد بكام دلوقتي؟ ما الحديد هيعيش يا سيد، ده كون خالص ما ينفعش، ده ما ينفعش يصلح. ما الحديد غالي عليا. غالي؟ طب غالي، طب ما تعمل حاجه على قدك برضه، حاجه على قدك. طب وانا لو حبيت اعمل واحد حديد اعمله بكام؟ هتجيب لي مثلا الصاج والزاويه بتاعته وانا اعمله لك، انما ده كده ما ينفعش خالص، ده حرام تنزل فيه الاطفال دي حتى. في ناس تشوف المركبه في فسحه، وناس تشوفها في صوره على الجدران، وناس تنام في المركبه وتصحى ليها كل يوم جار جديد وكل يوم عنوان. اللي انت بتحوشه في سنه بيضيع في يوم، مركب بتاخده في يوم، الموتور ده ياخد جري السنه وشقى العيال دي. بتقول يمكن اكون قرش تاني، تلاقي حاجه طلعت تاني تاخد الفلوس. لبس العيد دوت، لبس العيد ده بياخده البنتين دول 400 جنيه لبس العيد بالعافية. احنا عايشين دلوقتي على الرجول بتاع الفراخ، الرجول بتاع الفراخ والعفشة اللي بيطلعوا منها الفلاح للبوهات ياكلوها. لو عيشة دي انت هتعيش فيها؟ كانوا قايلين انما السنين دي الفلاح بقى صياد. ما فيش شغل، ما فيش شغل على البر، هيشتغل فين؟ حته بقى هيشتغل في ايه؟ اهو بيتلم في اي حاجه تجيب له لقمه عيش ياكلها عايش فيها خلاص. لو طلعت على البر الشغل تعب، لو نزلت لو رحت في اي حته الشغل تعب، مش هيسد يعني. عيشة على البر ما بستحملهاش، ما ينفعش. لا
جربت انا اشتغلت انا قعدت بتاع 15 يوم ما قدرتش اكمل الشهر. ليه بقى؟ ما قدرتش اشيل حاجه. يعني بالنسبه للشده المعدنيه بيشيلوا مواسير وكلبسات وحاجات من دي ما قدرتش. Living permanently in a confined space on the water can mean it's sometimes not easy to adjust the hustle and bustle of street life on dry land. اكتر مشوار بطلعه بره وانا رايح اجيب الشغل اركب المترو وانزل اتمشى لحد الموسكي وافضل الف بقى على كذا محل لحد ما الاقي السعر اللي يناسب واجيبه. Families need to shop on land for food, and Saeed goes to a market to buy thread, but it can be a slightly ambiguous experience. أنا في المية مستغني عن الشطين، لكن قلبي وأحكام وروح أنا فين؟ يحب الناس وزحمتهم وأسودتهم ورحمتهم ومهما خدتني عشت البحر ألاقي الشط نداها بتغمز لي برمش العين. With such a low income, Saeed will end up haggling over tiny margins. كام؟ الكيس واقف ب 30 وربع. 30 وربع؟ 30 ماشي يا عم. 30 بتفرق كتير. 30 طب هات واحد كمان. ماشي. لا مش عايز من دي. ليه؟ ليه بس؟ في مصنع؟ ليه يا عم جميل ايه؟ لا انا عايز مصنع. اتفرج بس. لا مش عايز انا مستورد، انا عايز مصنع. دي مش مستورد، دي بتاعنا انتاجنا. Saeed haggles over cents because there are simply not enough fish in the Nile anymore. The opening of the Aswan High Dam in 1970 meant the river no longer flooded every year. A lack of nutrients reduced fish stocks and affected the whole ecology of the Nile. And there are also now 10 times as many registered fishermen on the river. النهارده انا اشتغلت اهو اي من اذان الفجر اشتغلت ما جبتش ولا سمك. وطبعا النهارده انا عبال ما افكر اروح حته تانيه مش هلحق ان انا اشتغل واجيب اكل العيال. اهو كده اليوم ده عدى كده ما جيتش فيه ولا سمك. الحال ده بقى لي اسبوع الوقت مفيش سمك. وهو العيال في المدارس بياخدوا مجموعة في المدارس ومصاريفهم برضو كتير والبحر ما عادش زي زمان. كان زمان خير ربنا كان كتير
دلوقتي قال الحمد لله نحن بنلم الشبك اهو يعني يجينا مثلا 2 كيلو يوم تيجي 3 كيلو يوم ما نجيبش خالص والحمد لله ده احنا بنقضيها والحمد لله وهي ماشيه. اتغدينا ايه النهارده؟ انا بقول ربنا يرزقنا بشويه سمك نعملهم اهو. ما هو يا اما عدس يا اما سمك. ربنا فرج علينا النهارده وجبنا سمك يبقى هنجيب لحم. ما جبناش سمك يبقى هنجيب عدس. يا نادي. انا دايما ما بحبش العدس. خلاص تبقى تاكل رز بقى ولا تاكل اي حاجه. يا تبقى تجيب لها حته جبنه. اي حاجه. تدعم ربنا كده يرزقنا النهارده نجيب لحم النهارده. النهارده الخميس. كان ربنا كرمنا لما رحنا متغمر واشتغلنا هناك بالمركب دي كسعنا بالمركب ورحنا متغمر. ما كنا طعمنا الصريم وقلت مش هرميه. وكنت طعم شويه صنار كده بام الخلول. جه البحر خس. وجه البحر خس قلت بس. قلت لك هنرميه؟ لا ده احنا تعبانين فيها طول النهار لازم نرميه. قلت لا مش هنرميه هنشتغل بغاز. هو ده كان احلى يوم في الوجود. وانا نخلص ونرمي في المحبس على طول. ما ينفعش الجراك السمك كتير. يوم ما يتنسيش. اتفضلوا اشربوا شاي. If life were not hard enough for Saeed and Salama's families, they're accountable to the river police. أم الاسم النيابة وبهدلة ومسخرة. يا ريت أنت بتمشي كده مرتاح يعني اللي بهدلة ومسخرة وكلبشات في إيديك. And they're in competition with gangs based on some of the islands who use violence to carve up the waters. دلوقتي بقى صراع صراع في الرزق وناس بتحارب عشان الرزق وناس On the River Nile, in and around Cairo, hundreds of fishermen and their families live, work, eat, and sleep on these flimsy boats. Years ago, there was a reasonable living to be made, but a reduction in fish stocks and increase in boat numbers means that many families now live in near poverty. They're also answerable to the river police, who can stop by any time to check their registration. في الأول قبل على أيام مبارك يعني كانوا بيعملنا محاضر إدارية. يعملنا المحضر ب 120 ب 150 ب 100 تستلف. تستلف بقى على قبل ما تعمل تسد المحضر ده. يوديك على الاسم باسم النيابة. اسم النيابة وبهدلة ومسخرة. يا ريت انت بتمشي كده مرتاح يعني اللي بهدلة ومسخرة وكلبشات في ايديك. The police are also interested in the illegal use of electrofishing, stunning fish before they're caught, and organized criminal gangs operating on the river. انتوا بتصطادوا بالغزل بس يا عم سلام؟ شغلات الغزل. غزل بس ساعات برمس النار برضه. برمس النار بطعم طعم بروح اجيبه من الاراضي. بس النار ما بينفعش في اي حته في النيل يا عم سلام. لا بينفع على الشطوط كده. على الشطوط على الشطوط بيجيب قرموط حته بياضه. ده سمكه الصنار. تيجي بقى حضرتك بنيجي نرمي على جنب الهيش دي الصيادين بتمنعنا. الصيادين بيمنعوكم؟ الصيادين بيقول لك محدش يجي جنب الهيش. ليه بقى؟ هو عشان بيربوا حاجه فيه يعني؟ لا هو الهيش
بيلم سمك المايه كله ويرقد في قلبه في قلب الهيش ويحط جوابه طول السنه جنب الجواب دي بولت كده. يعني انا شغال من الصبح كده والله ما جبت ولا سمك. ايوه السمك كله داخل في قلب الهيش. تيجي ترمي شويه صنار او تيجي ترمي شويه غزه جنب الهيش يقول لك لا ما ترميش. تسمع حد هنا بيشتغل بالكهرباء وبلسع الكهرباء والكلام ده؟ لا هنا كهرباء لا هي ارض طينه ما ينفعش فيها الكهرباء. كهرباء بتشتغل مثل المعادي كده. اي حته فيها حجاره يشتغل فيها الكهرباء. فرقة السكر اللي هي الحوامديه لازم ما زال الان منزلها. بص لحضرتك لو تبص من يمه الرصاص تلاقي طينه. بص كده يعني دي خفيفه كمان عشان ايه؟ شايف دي؟ دي وساخه دي طينه بتنزل من المواسير. الزراعة سمك صغير كنا بنشوف النونوشة بتاعت المسطحات بترميها على الشطوط كده سمك صغير. بقالنا دلوقتي أكتر من 10 سنين ما شفنا سمكة تربط في البحر. ماشي يا عم سلام شد حيلك. اه على آخر والله. لو حاجة ولا حد ضايقك في المية بقى ربنا يديك الصحة. ربنا يديك. بس أنا معيش رقم حضرتك أنا عشان أتصل بيك يعني. هو رقم الشرطة كله. أنا معرفش. 122 اتصل بالنجدة هيبلغونا. 22 بس؟ 122. طيب. وببلاش. ماشي عشان ما تدفعش 122 122 اصل انا تليفوني هيغرمك فلوس لكن 122 مش هتغرمك فلوس. خلاص ماشي ماشي اتصل بيوم في دقيقه واحده هتلاقينا عندك باذن الله. ماشي ده لو حد ضايقك يعني. ربنا يديك الصحه. طب ربنا يديك الصحه يا عم سلام. انت مش عايز حاجه؟ ربنا يديك الصحه. شاكرين يا عم سلام. سلام يا باشا. ربنا يستر معاك. دوري عايزين نشوف حضرتك في المايه على طول يعني. يا باشا احنا موجودين. ربنا يديك الصحه. ناس دي ناس عادي مدنيين دول بيوصل سلك ويكهرب بيه في الماية بيطلع السمك غصب عنه. فأنا طبعاً عشان أنا شغال كده عادي السمكة إيه ما بتطلعش إلا بالعافية. كنت تعمل لها حاجة يا تكهربها يا تسمها تطلع. فطبعاً الشيء ده حرام إن أنا ما ينفعش أعمله عشان معايا عيال أكلهم حرام. هما دول ما كانوش صيادين في الأول. دول خدوها كده عافية. قال لك الحتة دي بتاعتنا ومحدش يقرب منها. واحد معاه 30 عيل في ترة معاه جزيرتين. مانعها بقى خالص المية العادية اللي بتمشي دي ما ينفعش تمشي فيها. لو شافك يقول لك امشي تاني. ولو ما مشيتش يقل أدبه عليك ويضربك يضرب عليك نار والكلام ده. آخر قلة أدب. دلوقتي بقى صراع صراع في الرزق وناس بتحارب عشان الرزق وناس ما ينفعش انت تعمل زيهم عشان معاك ايه هتروح مع واحد بيحدف عليك طوب تيجي طوبه في عيله ولا يشتم شتيمه وسخه قدام الحريم ما ينفعش هتعمل ايه بتضطر ان انت تمشي في اي حته بعيد انت برضو معرض لكل حاجه معرض لممكن باجور وهو ماشي يخش فيك يغرقك بعيالك انت نايم لو قلب زي دوت اللي احنا بنرميه الحديده دي في الميه والحبل بتاعها اتقطع والقارب مشي مع الميه يا مركب تدوس عليه تغرقه اهديت وقت مني والجوزه مش معايا كنا في يوم جمعه هو بيصلي وما فيش حد كان معايا وقعت ما عرفتش اجيبها لما نطيت على البحر اقدر انا بقى ما بعرفش اعوم ولا حاجه مع بنتي هتروح قدامي هتموت قدام وشيماء نفس النظام وقعت البحر نطيت عليها كان حماية قاعد رمى راجل كبير وعنده عامل عمليتين ما بيقدرش يقوم هنط على عيله ممكن يغرقوا هما الاثنين جبت شيماء والدهب اللي كان في ودنها وقع بس الحمد لله انا جبتها ما كانش معايا حد واحنا لما البحر بيكون زيد والدنيا بيكون في الحر في الصيف بننزل بنعمل العيال عوامات صغيره دي ونرموهم لبره كده ونقول لهم عوم يعني عشان يتعلموا العوم ولا ما يتعلمش العوم هيغرق Hoppa!
Salama Saeed left school at 12. To give his two sons the opportunities he never had, he drops them off at school in the morning, and he picks them up again at the end of the day. Like everything else, homework has to be done on board their 4-meter fishing boat. لما يكون هو بينش العدة بينظفها زي كده أنا وهو بنقف قصاده بنطوله، هو بينش ويحط على الأرض من طرف وإحنا نطوله من طرف، نعرف نقدف، نعرف ندور المكنة، نعرف نسوقها. من بين عيال الناس أنا عيلي آية، لا يوم يخونك ولا في الظهر سلاية، صافي كما البحر تفهم صوته على طول من جوه زي اللي بره ووشه ده مراية. This is not a romantic lifestyle. It's a precarious existence. It may not even be sustainable for many of the fishermen and their families much longer. But it is a family affair. Everyone learns to operate the boat. Everyone fishes. Salama's wife had to learn all this to support her husband in their life on the river. بمسك عليه المقاديف غزة زي كده بخرج معاه بسدي مع العدة بخلص مع السمك. ولا تكمل الحدوتة غير بالست صاحبة سنيني أم الولد والبت نعسى الأصيلة علمت يصبر زمان على الوعد والمكتوب وانت اللي علمتيني معنى الصبر من غيره كنت اضيع وعقلي شد. Salama's wife takes the day's catch to the market where the financial reward seems pathetically low. باخد انا السمك واطلع بيه بشوف أم رضوان كانت بتاخده يعني لما بيكون في سمك كتير بتاخده متهاود يعني رخيص عشان تقدر ايه تبيع هي برضه يعني بترزق فيه. ما فيش سمك شحيح بتاخده طبعا غالي بيبقى حلو يعني. انا اخدت القانون 3 ايام وما يتباعش معاه وشافه. طب وهي هتعمل لك ايه؟ لا مش قلت لها اعملي. قلت لها بصي النهارده بعيه بره وتعالي تبقى. على ما ابيع لازم 3 ايام دول ما تبعوش. خلاص ربنا يبعت ان شاء الله وتجي لك. 2 كيلو. كيلو وربع يبقى 25. سيبيه ب 20؟ ده مرتك كانت بتاخد منها ب 23. فبوزن لها الكيلو اللي معايا اللي ربنا رزقنا بيه وبنزل السوق بقى اجيب لهم برتقان اجيب لهم محتاجة حاجة غسيل صابون سلك زيت للأكل بصل بطاطس طماطم يعني الطلبات اللي أنا عايزاها بجيبها من السوق. Throughout history,
As long as the Nile has existed, there have been fishermen living on it. But now there's a sense that, for those in Cairo at least, what has been a business for families like Saeed's for generations is in danger and may slowly be coming to an end. Salama Saeed does make a living, but is still heavily in debt for having paid his elder daughter's dowry and all her wedding expenses. Now his younger daughter has had a marriage proposal, but he doesn't know how he'll remotely be able to afford another family wedding. انت شايف انا اشتغلت قد ايه انا وامي ثلاث سنين في البحر والله العظيم ثلاثه ورب اللي خلقني عايز انت شايفه وعارفه عايز انت بقيت تقول يابا انت طول الليل شغال انت وامي والجو ساقع والشتاء نازل وشغال انت وامي قلت اقول لك هنعمل ايه يا بنت انا لازم اجيب جهاز لاختك زي يليق بمقامها عشان ما فيش حد يعايرها من سلايفها اللي هم موجودين معاها في البيت وجدعان انت اخرى ربنا يسهل كده واجيب لك جهازك انت اخرى القصات دي انت عارفه قصات عليا قد ايه فاضل انت اهو بقى الشباب بقى ربنا يقول يا رب وتعلموا بس ويدفعوا بعيد عن البحر هم اخواتك اهو في المدارس هم اللي بنصرف عليهم وربنا يبعدهم عن البحر في واحد يعني تقدم لبنتي قلت له يا ابني انا على الله تصبر عليا ثلاث سنين على ما اجهز بنتي أنا شفت المرار اللي محدش في الدنيا شافه في جهاز بنتي كل جهازها جايبه بالقسط من ملابس لأجهزة كهربائية لجميع الأجهزة المنزلية اللي تلزم العروسة يعني دلوقتي مخنوق أنا والله العظيم ثلاثة بيجي عليا القسط بلف حوالين نفسي أنا بدفع 300 جنيه كل شهر وجاي لي يعني ورا منها عيلة عايزة تتجهز طب أنا هجهز منين؟ طبعاً أصبحت الناني ما امتلكش حاجة من الدنيا إلا حتة قارب كبرت بنتي وفضلنا عايشين في البحر زي ما احنا عايشين كده بقينا نروح متغامر نشتغل فيها بقينا نروح زفتة نشتغل فيها بقينا نروح المعادي لفيت الدنيا بحالي ما خليتش حتة إلا لما رحتها الحكومة اللي بيدها إنهم يرموا زراعة في المية ويعيشوا الصياد بس إنما إحنا بإيدينا إيه؟ إحنا لا طلعنا مسكنا في الشرطة زي ما الناس بتمسك في الشرطة ولا ضربنا في الشرطة ولا طلعنا نعمل مظاهرات ولا طلعنا نعمل أي حاجة خالص. ليه أغلب حاجة في الدنيا الصياد ما يتكلمش. ما بحبش عيالي يبقوا يعيشوا في العيشة اللي إحنا عايشين فيها. يعني طول الوقت طول ما إحنا قاعدين أقول لهم شوفوا مثلا الدنيا بتشتي هواء شمس ما جبناش سمك أقول لهم شوفوا العيشة اللي إحنا فيها مش هتستريحوا فيه. يعني كان زمان احنا كنا بنجيب وكنا عايشين انما دلوقتي شايفين اللي احنا فيها وتمشينا بالعافيه يعني على قد ما بقدر بكرههم فيه مين ده سدي وحشه متعبه وزات لما نكون في الشتاء ساعات بنشتغل ما بنجيب سمك طول اليوم وساعات ربنا بيرزق Saeed al-Saeed's wife also wants a different future for her two girls and for herself. The Nile pleasure boats are a symbol of everything they themselves lack. هتفزح زي الناس اللي على البر ديت عيالي لما بشوف ناس في الكازانهات واحنا شغالين جنبيهم بيعيطوا من اطفال بتلعب وما بيلعبوش بس احنا مشتغلين احنا هنطلع على البر يقولوا ده انتوا معكوش رخص ولا ورق تخش بيه ولا حاجه ولا فلوسكوا جاهزه زي الناس وكده
احنا بنروح نجيب شويه التلج من السياحه في رمضان عشان نعمل عصير، يقول لنا لا احنا ما نديش حد شويه التلج. Saeed's boyhood dream was to live on his own boat. Now, it's to have his own apartment. نفسي اقعد في شقه زي الناس. انا اخرج اشتغل وهم قاعدين، هم وامه قاعدين في البيت وانا بشتغل. امل حياتي لان انا هم يبقوا قاعدين في الشقه، انا عمال اكافح عشان اعمل لهم شقه. Salama now shares Saeed's dream, however far-fetched. إن شاء الله تكون أوضة، إحنا مش طماعين، أوضة نسكن فيها ونعيش فيها بأيامنا بدل ما إحنا متمرمطين في البحر وعايشين في البحر ليل ونهار. لو في حاجة أنت هتعملها في الدولة ماشي، طب فين الشقق اللي أنتوا مشطبينها من 10 سنين فاتوا وما سلمتوش حد؟ طب دي هتسكنوا فيها مين؟ هتدعوها بكام يعني؟ يا عم قول لي مثلا انا قعدك في شقه وهاخد منك شهريا 100 جنيه يا عم وانا هبقى مبسوط. انا في عرض النبي اهو، طب ما هو يدونا الشقه يا عم، لو شفتني في البحر يبقى زي ما انت عايز تعمل اعمل. يدوني الشقه دلوقتي. انا والراجل هنا جوه هنا كده، وهنا بقى ايه بنقوم بقى نعمل لقمه، نقعد بقى ننام كويس حاجه يعني. هنا فوق هنا ده الصالون وده اوضه النوم. يعني اوضه النوم هنا صالون اهو، اوضه النوم اهي، المطبخ اهو، اوضه النوم جوه. حاسس ان انا مظلوم من ناحيه ابويا طبعا، وانا لما اكلمه دلوقتي اقول لك انا ما كنتش مفكر ان الدنيا هتبقى كده. كان الايراد هنا ب 50 قرش والله، بقول لك تاخد فدان ب 5 جنيه. طب فين يا عم انت عشت الزمن ده؟ طب انت كنتش متخيل ان هيبقى عندك عيال؟ واحنا طول عمرنا انتنينا في المركب ولا اتفسحنا ولا حاجه؟ احنا ميه تحت وسما فوق. افسحت بس المركب ده نربطها فين؟ هنسيبها عند مين؟ هندفع لها فلوس ولا اي حاجه؟ الناس هنا عندها حد وربنا سهل بفلوس ونديها لها. ما ينفعش الحاجه ممكن تتسرق منها. لو شقه تقفليها وتخرجي، لكن ماشي. دي من غير مفتاح، دي سما فوق وميه تحت. ماشي، ما هو ده ينفعش تسيبها في الخال. ده شقتنا وده عيشتنا، نعمل ايه يعني؟ انت ما ينفعش نسيبها الحاجه تتسرق، الحاجه اللي فاتت تتسرق. ما احنا انتنينا طول عمرنا كده محبوسين ومش ولا فسحه ولا حاجه، وبعدين هتطلع بردك نفس النظام ولا هتعمل حاجه ولا هتسوي.